بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نحييكم أجمل تحية صباحية بهذا اليوم، اليوم الميمون، يوم السبت الموافق 21 من شهر 9 لعام 2019. ضمن هذه التحديات من مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان الممثل الحاكم، ممثل الحاكم بمنطقة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة لسن الكبار والصغار، قدمها بهذا الميدان، ميدان سيح الرمث. نسير مع أول الانطلاقات، مع أول الاندفاعات، مع شوط الإذاعة للمسافة 4 كيلومترات. شوط الإذاعة، شوط الإبداع، شوط الإمتاع. نسير مع البداية ونسير مع امتياز من تستفتح الإذاعة، علي بن حميد الجنيبي يقدم لنا الامتياز بدرجة الامتياز مع المقدمة والبداية. بينما أتأخر قليلا أجد على المركز الثاني هناك تواجد من شعارك الغيلاني، شعار قاسم بن سالم الغيلاني يقدم هذا الاسم على المركز الثاني. هناك تقدم أو هنا مرضية، مرضية أيضا علي بن حميد الجنيبي. بينما منارة مع المركز الثالث قاسم بن سالم بن علي الغيلاني يتقدم مع منارة على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا تتواجد ميزة سعيد بن سالم بن علي الغيلاني مع المركز الخامس والمركز السادس أو المركز الرابع والمركز الخامس. هنا التواجد مع الشاهنية محمد بن راشد بن سالم الحموي يقدم لنا الشاهنية والمركز السادس. هناك الشاهنية قاسم بن سالم بن علي الغيلاني. ندانا للست المراكز الأولى، نعود والعود أحمد، نعود مع البداية ونعود مع طاولة المفاوضات. هناك مع امتياز، مع الامتياز من تقدم لنا هذا الأداء الممتاز على البداية والمقدمة. شعارك يا علي يا بن حميد يا الجنيبي، من يقدم لنا امتياز على البداية وعلى المقدمة. انتصفت المسافة 2 كيلومترات، انقضت وتبقى مثلها 2 كيلومتر. هناك امتياز، لا زالت متصدرة على البداية والمقدمة. ومنار، منارة، منارة، منارة على المركز الثاني، يغترم معها الغيلاني، يغترم معها بن انتيفة. هنا جاسم بن